الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أسأل رجاء الرد على أحدهم وهو يتبجح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون داخل حرم المسجد، علما بأنه مدفون داخل حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. أول حاجة يا جماعة، الأصل لا يجوز دفن أي إنسان داخل مسجد، لأن هذا فعل اليهود والنصارى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. قالت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اليهود والنصارى ربنا لعنهم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قالت: ليه قال كده عن اليهود والنصارى؟ قالت: يحذر ما صنعوا. يبقى اللي بيصنع زي اليهود والنصارى ويدفن له زول جوا مسجد، أو يبني مسجد على قبر زول صالح إن كان صالح، ده ملعون في الشريعة، مطرود من رحمة الله، يعني ما حيدخل الجنة، لأن الإنسان ما بيدخل الجنة إلا بعد رحمة الله كما في صحيح مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا في رواية: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولولا هذا النهي لأبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دفنوا مع المسلمين في البقيع، مع الصحابة في البقيع. لو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، عشان كده دفنوا في حجرة عائشة. قالت: ولولا ذلك، يعني ولولا هذا النهي واللعن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى. وفي رواية ثالثة وهي في البخاري من نفس الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي عليه الصلاة والسلام: في مرضه الذي لم يقم منه. ليه قالت الكلام ده؟ العلماء قالوا عشان تورينا إن هذا الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، عشان تورينا إن الحديث ذا ما منسوخ، وده كان آخر العهد بالنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قالت لك الرسول قال الكلام ده والحديث ده في مرضه الذي لم يقم منه. فيبقى الأمر ده أمر محكم، ما فيه أي شك لأي واحد من عباد القبور عشان يقول يجوز ندفن زول داخل المسجد أو نبني مسجد على قبر شيخ أو صالح أو ولي، كل باطل. والصلاة في المسجد اللي فيه قبر باطلة، كان القبر قدام ولا ورا ولا بجنبه ولا بفوق، الصلاة باطلة. وإن أفتاك الناس وأفتوا، والدليل على بطلانها في أي جهة من جهات المسجد، أي جهة حتى لو في عالم أفتاك، لأن الرسول أفتى، موضوع انتهى. الدليل على بطلان الصلاة لو كان القبر في أي جهة أحاديث كثيرة، من الحديث الفات شيخ الفوزان قال فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، يعني مكان للصلاة. قال: والنهي عند العلماء يقتضي الفساد، فالصلاة فاسدة يعني باطلة، ما بيجوز تصلي في جامع فيه قبر.
أو عند قبة أو عند قبر لو ما فيه جامع ذات، لأنه أصلاً اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. العلماء قالوا زي ما قال شيخ الإسلام، قال فكل موضع قصدت فيه الصلاة فهو مسجد وإن لم يبنى مسجد. وذلك للحديث في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. أي مكان قصدت فيه الصلاة اسمه مسجد، لأنك صليت فيه وسجدت فيه وعبدت أو دعيت فيه اسمه مسجد، وإن لم يبنى مسجد. يبقى حتى البيان بتاع الشيوخ ده، قل لك قبة وقبة ما فيها فكي، قل لك ده بيان، فكي ما مدفون هنا فاضي، لكن الشيخ حلم حبوبة أم جد حبوبة جد أمه إنه يدفنوا هنا. الصلاة باطلة حتى لو ما مدفون واحد هنا، باطلة، لأنه ده موضع خصص للشرك وللكفر ولعبادة غير الله عز وجل، فلا يجوز أن يعبد الله فيه. والدليل: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن جواز ذلك، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك. الحديث. وبوب عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ولهذا السبب نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار حق المنافقين، مع أنه مسجد مبني، لكنه لما بني لغير الله وما كان فيه قبر ولا شيخ مدفون يعبد من دون الله، ففعلهم المنافقين أولئك في مسجد الضرار أهون، مع أنه فعل جريمة كبيرة، لكن أهون من فعل عباد القبور اليوم. فالصلاة باطلة في قبر أو قبة فيها فكي أو بيان ما فيه فكي، باطل. النبي عليه أيضا من الأدلة على بطلانها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هل يجوز لزول يصلي جوا حمام؟ دبلوسي يجوز؟ صلاة باطلة في الحمام. فالصلاة أشد حرمة وبطلانا وفسادا عند القبر، لأن الحمام باطل لنجاسته، وهنا باطلة لأنه مكان يكفر فيه بالله عز وجل ويشرك فيه به ويعبد غير الله عز وجل في هذا المكان. الشوكاني في رسالته شرح الصدور بتحريم رفع القبور، رسالة للإمام للشيخ الشوكاني، رسالة صغيرة كم 30 صفحة أو كذا، لكن عظيمة جدا. قال: ومقصود الأحاديث لا تصلوا إلى القبور، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وغيرها من الأحاديث، مقصود الأحاديث لا يكون أبدا النهي عن الصلاة داخل القبر. مقصود الأحاديث ما كده، قال: لا تصلوا إلى القبور، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاصد إنك الحرام إنك تفتح القبر وتصلي جوا مع أبوك الشيخ جوا تعب، ده ما المقصود عند أي عاقل فضلا عن عالم. يبقى: لا تصلوا إلى القبور، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وغيرها من الأحاديث، المقصود حول القبور، ولم يحدد يمينه أو شماله أو قدام أو وراء، فدل على بطلان الصلاة في المساجد التي بها قبور، ولو كان المسجد أمام أو خلف أو يمين أو يسار أو بأي جهة من الجهات ما بيجوز. وهي فتوى قريب من ذلك، فتوى العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذا هو الأصل. أما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده فهذا كذب، النبي ما دفن في مسجده صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في حجرة عائشة.
والقصة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة والله ما ندري أندفنه صلى الله عليه وسلم مكان موتانا بالبقيع، مقابر البقيع في المدينة برا المسجد. قال فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. نبيا، ما قال شيخ طريقة ولا قال ولي ولا قال صالح، وشيوخ الطرق دل شت واحد فيهم صالح ما في، كلهم مجارمة، شت كلهم مجارمة. طلع كلمة مجرم برا الغوص، ودخل شيوخ الطرق كلهم جوا الغوص واقفلهم، كلهم مجارمة. دي معلومة تخطها عندك عشان ما يقول لك لا شيخ الطريقة ذاك خير من ده، لا كلهم مجارمة، لكن ده قد يكون أجرم من ده، والأجرم منه الأقل ده أجرم من الكتار الباقين كلهم، وهكذا دواليك. خلاص طيب. فقال لم يقبض الله نبيا، دي أول وقفة نجيبها بالحديث. يبقى شيخ طريقة ما بيدخل معانا في الحكم ده عشان يقول أنا يدفنوني في حجرة مرتي، ما في. لم يقبض الله نبيا، نبي ما شيخ طريقة، إن بقى ولي ذاته ما بيخشنا، لأنه قال لم يقبض الله نبيا، ده واحد. اثنين، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، يعني لو في نبي مات هنا بيزحوا السرير المات فيه أو الشيء وبيدفنوا تحته، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما مات. فلما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الحديث الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فأزاحوا السرير الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زحوا السرير. قال وعملوا في الحفر تحت السرير، وكان وين السرير؟ في حجرة عائشة، ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفنوا محله تحت لأنه ده نبي، خاصية لنبي. طيب أبو بكر وعمر برضو خاصية للأنبياء، زائد اثنين بس ما أنبياء، لا ثالث لهما، وأوريك الأدلة. اثنين بس غير الأنبياء، أبو بكر وعمر. الدليل على خصوصيتهم من السنة حديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري، هو ذات عبد الله بن قيس، قال قلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلق النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بير اسمه بير أريس، بير في المدينة، والبير دي عنده حوش سور كبير، المهم سور بر البير كده والبير في النص. فأبو موسى الأشعري قال دخلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت أكون له بواب، وجيت قعدت في الباب بتاع الحوش بتاع البير. قال فجاء أبو بكر فاستأذن فقلت مكانك حتى أستأذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو موسى واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن له وبشره بالجنة. ناس أحياء على قيد الحياة بشروا بالجنة، ما حصل مدوا يدهم ليزول قال له بوس يدي، ولا مدوا كراعهم ليزول، قال له واحد عفن هنا في جنوب الخرطوم قاعد مد يدين وتاكلها كذي للرجال وللنساء، شوف شرك وخيابة وبطالة وعطالة، يمدها للرجال والنساء يبركوا واحدين يسجدوا يبوسوا له يدينه. واحد تنبله برضو هلك قبل أيام زي الدولاب بتاع الموسكي، الله كتله قبل أيام، شفت الله كتله لك كتلة، والحمد لله رب العالمين، كما قال أنس بن مالك ما من يوم يموت فيه صاحب بدعة إلا
ده وقد فتح للإسلام فتح. انت دار العيش، العيش ده يرخص ويجيبوا لك في البيت او يوصلوا لك خرطوش ملان عيش لكل زول في بيته، بس الله يكتل لنا الشفوت بتاعنا الشرك ده، سأل الله ذلك. والحمد لله ربنا كتل أكابرهم كلهم، فضل عواليك صغار صغار بفضل الله وبتقدير الله، إن شاء الله نحن بننجمهم هنا في الحلقات دي. المهم فبشر بالجنة، قال فدخل أبو بكر الصديق فجلس عن يمينه، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء عمر فقال له أبو موسى كما قال لأبي بكر، فدخل يستأذن له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر وجلس في صف أبي بكر والنبي عليه الصلاة، في صف النبي وأبي بكر رضي الله عنه، وفي صف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء الأخير عثمان رضي الله عن الجميع، فاستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال الحمد لله الله المستعان. فدخل عثمان وجلس مقابل النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، يعني ما جلس معهم في الصف، جلس في البير لكن في الاتجاه الثاني، بينما النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كلهم في صف شنو واحد، وعثمان مقابل بغادي في البير، وبشروا بالجنة رغم أنوف الشيعة الروافض جوا عينهم، بشروهم الثلاثة بالجنة. المهم قعد بغادي قبل. قال ابن حجر وليس المراد خصوص الاجتماع في الجلسة، وإنما المراد اجتماع قبور الصاحبين أبي بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وانفراد عثمان بن عفان رضي الله عنهم عنهما في البقيع. قال سعيد بن المسيب في البخاري تعليقا على الحديث نفسه في المتن بتاع البخاري، قال فأولت ذلك بقبورهم، إنه قبر النبي وأبو بكر وعمر كلها حتكون في مكان شنو واحد، ده من أدلتهم السلف. وعثمان بن عفان لأنه قعد بغادي قبره وين؟ في البقيع، ما حيجتمع معهم، دليل من السنة. أما دليل من الإجماع، ونحن عندنا الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأعلى أنواع الإجماعات على الإطلاق إجماع الصحابة، وهو مقبول عند جميع العلماء الصحابة رضي الله عنهم. فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وعلم إجماع الصحابة لأنه لم ينكر ذلك أحد من الصحابة، ولو أنكر أحد من الصحابة لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا إنكار أحد من الصحابة علمنا أنهم اتفقوا جميعا على دفن أبي بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أدلة أخرى عامة وتصلح في هذا المجال، منها إشارات النبي عليه الصلاة والسلام للناس في حياته، فكان يقول صلى الله عليه وسلم ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، قال الراوي وما هما ثم. المهم أدلة كثيرة، ولا باقي الصحابة ما دفنوا معهم، لأنه دي خصوصية لهذين الرجلين ومن قبلهم الأنبياء، الأنبياء خصوصيتهم يدفن قبضوا، والاثنين ده خصوصيتهم إنه ما دفنوا في المقابر، دي خصوصية أبو بكر وعمر، دفنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة، أما غيرهم ديل يدفنوا في المقابر، ما يجوز، خلي المسجد، المسجد ما بيجوز، ما بيجوز يدفنوك في بيتك حتى لو بعيد من المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا فيها
ولا تجعلوها مقابر. الحديث دل على فائدتين عظيمتين وغيرها. الفائدة الأولى إنه المقابر لا تجوز الصلاة فيها، لأنه قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، يعني بالصلاة في البيوت بتبقى البيوت ما بتشبه المقابر بالصلاة، معناته المقابر ما لا ما بصلوا فيها. ودل الحديث صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، قال العلماء والفقهاء على عدم جواز دفن أي أحد داخل بيته لكي لا يجعل بيته مقابر أو مقبرة، فما بيجوز. لكن الدفن في هذا البيت كان خاصية لأبي بكر وعمر لخاصيتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده دفنوا جنبه رضي الله عن الجميع. فده ده الموضوع. بعد ذاك جعهد الوليد بن عبد الملك حاكم، ملك ما صحابي، ما صحابي أصلا، ملك من الملوك، والناس عارفة كثير من الملوك قد يكون عندهم الخير وعندهم شنو الشر. فالمهم الرجل ده قام وسع المسجد النبوي، وسعوا وسعوا لحد ما دخل حجرة عائشة اللي فيها القبور الثلاثة داخل وين المسجد النبوي، والليلة هنا في قبور حقت ناس عواليق واحدين كفرة زي قبة الفكي الصيني، صيني يانغ شينغ شونغ في مدني لم كبري حنتوب، دول مشرك، مش مشرك، منكر وجود الله ذاته، شيوعي وقع من الكبر بيبني في الكبر كسر رقبته لما كان بيبني في كبر حنتوب. الجماعة عباد القبور لابسين أخضر جو بنوا فيه قبر ولموا النساوين قالوا الفكي الصيني بدي الجنة، وقول الله ما في الجنة، انتوا مجانين ولا شنو؟ هو لو بقى رسول ما بدي الجنة. زكريا نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام دعا الله، الله أداه جنة، لو كان بدي كان يدي نفسه. يجي واحد ياخذ ليلة واحد عواليك ساكت يخش النساوين، وده الحاصل في البلد دي. تقال العيش ليه غالي؟ سبب شنو يعني؟ وقال ليه الجاز ما في؟ ونحن يومي في البلد دي في كفوة، السبب شنو؟ السبب إنه الناس عقائدة تعبانة وعقائد مرضانة إلا من رحم الله. إذا كان في شافع شفت صغير في مدينة رشاد قال بيعالج الناس بالجرسلين، ها؟ ناس أهلنا هناك بيمشوا له، واحدين من الجنوب، واحدين من الغرب، واحدين من الشرق، واحدين من الخرطوم، لواري، بكاسي، وشريحة، ناس ماشيين جك، قالت بجك جك بتاع جرسلين، يسقيك له، جك بتاع جرسلين، أم مرضانا يا أخي إلا من رحم الله، خلاص؟ وواحد تاني قبل له بيعالج الناس ببوسمار تاع الكريمت، وواحد تاني ذاك ناس يلا طفشوا ودوه هولندا ولا بلجيكيا تشابهت قلوبهم، مشى هناك فات هناك كان برضو غاش البنات وغاش الأولاد، مش عرفت كيف؟ بيت تجي تسجد له تحت وتركع له ويمسكها بتحت، بلاوي وأمور غريبة جدا في البلد دي. هسه هذه الليلة لو واحد قال بيعالج بنمك، بنمك تلقى الأمة دي كلها إلا من رحم الله راح لو الكومسنجية راح النبك النبك وماشيين، لأنه ناس عقولة خاوية وعقائد عقائد باطلة. والله أنا بستغرب، والله بستغرب إنه بشر زيك، بشر زيك عنده عينين وإذنين عرفته وبيخش الحمام وبيمرض ونصهم ماتوا، شيوخهم الكبار كلهم هلكوا والله كتلهم دخلهم تحت التراب، تيجي تدعوهم من دون الله، تتوكل عليهم من دون الله. ربنا قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ربنا جل وعلا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لما نعود كلنا للعقيدة الصحيحة ونفك الفقراء والفكيا والشيوخ ونترك عبادة القبور والتبرك والتمسح بتراب الأضرحة والقباب، ربنا عز وجل قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم
وربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا يعني وحدوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.